أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يرجو أن تبسط الأمر في حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده. كدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما الكدرة والصفرة خارج زمن العادة فليس لهما حكم، حكمهما الطهارة، تصلي المرأة وتصوم ولا يؤثر عليها وجود الكدرة والصفرة، تعتبر نفسها طاهرة. إنما هذا في وقت الحيض، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض. تقول أم عطية رضي الله عنها: ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.